اكشف على العربية يا لمبة، شوف لي ايه اللي فيها. حاضر حاضر حضرة المدير، اكشف لك على العربية. وماله، وسع كده، وسع وسع، دخلني. خليني اكشف لك عليها. حاضر. والله حضرة المدير، العربية، لا لا لا، ايه ده؟ ده عندها تشنجات في عضلة الدركسيون. ايه ده؟ طب اكشف عليها يا لمبة بسرعة، اديها اي علاج، اديها قطرة بنزين ولا اي حاجة. ده انا دماغي هتروح في المستشفى دي. يا لمبة على اللي بيحصل لك في مستشفى المجانين، المفروض اعالجهم بقى في اسرع وقت. دي انا حضرت الاوضة. الو الو، نعم، اركب معانا يا دكتور. اركب معانا يا دكتور، على اساس ان انا هركب معاكم القطار، هركب معاكم اتوبيس المدرسه. ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده يا ابني يا حبيبي؟ ايه اللي انتوا عاملينه؟ عاملين ايه بقى ان شاء الله؟ ثانيه واحده بس، ثانيه، عشان دماغي جالها ايرو. انتوا كام واحد راكب ده؟ عربيه حديثه جدا، سرير في سرير في حله في عربيه في الصباره. يعني بصوا ما شاء الله، عاملين الدبابه، بعد كده الحله، الصباره، وبعد كده ملك الضفادع على الصباره، ما شاء الله. بص يا ابني انت وهو، انا ادخل اكشف عليكم دلوقتي. ادخلوا لي واحد واحد، اول واحد يجي. بقول اول واحد، مش بقول اول 10 مجانين. اول واحد، مش انا المجنون، يخرب بيوتكم. نزلوني مجانين ورب النعمه. استنوا استنوا استنوا، ابعد 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 ابعد، استنوا استنوا. دخلت جوه يا دكتور. دخلت دبابه جوه ليه؟ يخرب بيتك، دبابه ما كانش هيكشف الاول. طب حله وقع يا جماعه، حله وقع، دماغه دخلت في الارض. ايه ده؟ المعلم خنزير جه، خنزير دخل. يلا يخرب بيوتكم، نزلوني. استنوا استنوا، ملك الضفادع اطلع بره لو سمحت. يا صباره يا معفن، يا صباره يا معفن، شفتك وانت بتجيب السرير وبتقعدني. رجلي بقت على حله. استنوا استنوا. وده من ايه بقى ان شاء الله؟ خنزير، خنزيره، انت مش حاسس ان في حد قاعد على رجلك ولا ايه؟ قوم يا حبيبي، قوم يا خنزير. انا مش عايز اشوف ولا مجنون واحد في الاوضه، كله يطلع بره. مش هيطلع لمبه، مش هنطلع لمبه، انا اوريك يا صباره هتطلع ولا مش هتطلع. كله يطلع بره. بتشيلنا صباره يا معفن؟ شايفين الحقنه اللي في ايدي دي؟ اللي مش هيطلع بره الحقنه دي هتيجي فيه دلوقتي. ها، عد لحد ثلاثة. واحد. انا جسمي محمي، انا جسمي محمي، هشوكك دلوقتي. صباره انت ريز القوي يا صباره. صباره انا دبابه مش بحس. معلش يا صباره، خليها عليك المره دي واعمل نفسك خفت من الحقنه. اطلع يا صباره يا حبيبي، اطلع يا صباره، ده انت حبيبي. اطلع اطلع يا صباره. مش طالع على لمبه، اطلع انت. ده ايه البجاحه دي يا صباره؟ يلا بترميني بره يا صباره يا معفن. طيب انا هوريكم، بتطلعوني بره يا معفنين. والله انت يا حله الحق، انت الوحيد اللي عاقل فيهم يا حله، انا هوريكم. بص 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 يا مجانين، انتوا انا اقول لكم على حاجه. هلا انا دكتور لمبة. حلا، انا لسه كنت بقول انت العقل اللي فيهم يا حلا، اطلع بره يا حلا. بصوا بقى، انا جايب لكم حاجه حلوه قوي. ايه حبايب دكتور لمبة؟ جايب لكم حاجه حلوه قوي. بصوا، جايب لكم بتاعه بتلعبوا بيها. بصوا، بتدوسوا على الزرار بتقعد تغني لكم وحوي يا وحوي. اطلعوا اللي هيطلع بره اول واحد هديها له. بجد؟ اللي يطلع اول واحد بره هديها له. يلا يلا اديني اديني. ايوه وحوي يا وحوي. ايوه انا هكشف عليكم وبعد كده اديكم وحوي يا وحوي. اديني لمبه. صباره يا معفن، اطلع ورا بس بعيد كده وانا ابقى ادالك. مجانين فعلا. اول مريض يدخل لي. اهلا اهلا يا دب. هو انا بتكلم هيروغليفي ولا بتكلم ايه بالظبط؟ هو انا بتكلم هندي؟ تاكاميتشي بره بره. احنا اول مريض يا لمبه، انت ليه بتتكلم هندي؟ صباره يا معفن، اطلع بره بالدبانه اللي واقفه على دماغك. احنا اول مريض. قصدك على الدبانه دي؟ اطلع بره اطلع بره. طب انا اعمل ايه مع مستشفى المجانين دي؟ والله ما عارف اعمل معاهم ايه، ورب النعمه دار يتقطم منهم، كل شويه يرموني بره. خد الوحوي بتاعك. خد الوحوي بتاعك. خد الوحوي بتاعك. انا دكتور لمبه، تحطني في وسط الوحوي كده. ماشي يا وحوي انت. انا نفسي اتقطع من العيال دي، بيحتلوا الباب. دبابه خش. اهلا يا دكتور لمبة. اهلا يا اخويا، اهلا يا حبيبي، اهلا يا دبابة. بقول لك ايه يا دبابة يا حبيبي، انت ايه اللي حصل لك يا ابني عشان تعمل في نفسك كده وتلبس دبابة؟ قول لي كده، انت ليه عامل في نفسك كده؟ انت مجنون؟ مجنون لا سمح الله. لا انا مش مجنون، كنت بلعب كورة بس كانوا كل الناس بتتريق عليا، فما لقيتش حل غير ان انا البس الدبابة واللي يتريق عليا هفجره. ايه علاقة الكورة بالتفجير بالتريق؟ دبابة انت الوحيد اللي عاقل يا حبيبي، خش تعالى اقعد. بيحدفوا عليك كوره يا دبابه، اطلع فجرهم.
مزنوق. لا يا دبابة ما. لا 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 هدي أعضائك، هدي 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 الدبابة اللي في جسمك، هدي نفسك يا دبابة. خليني أبص على جسمك كده، ما شاء الله أنت عندك أنت زي الفل يا ده. بيحدف، بص بيحدف عليك كرة يا دبابة. اطلع فجرهم يا دبابة، فجرهم. صبارة ادخل، تعالى صبارة حبيبي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. صبارة عامل ايه؟ الحمد لله. ايش يا صبارة، انا نفسي اعرف حاجة بس، الدبانة اللي على دماغك ده صبارة ما بتمشيش؟ وايه الدبانة اللي بتطلع عليا؟ ما بتراش عليك يا صبارة، تعالى اقعد هنا. اقعد يا صبارة. اقعد هنا ليه يا لمبة؟ انت هتفجرني ولا ايه؟ لا مش هفجرك يا صبارة. انت لابس ليه صبارة بس؟ فهمني بس. انا بس كان جسمي بيهرشني رحت انا لابس صبارة. يعني انت جسمك كان بيهرشك رحت لابس صبارة عشان ما تعرفش تهرش؟ اقعد انا صبارة، اقعد يا حبيبي. لا اصلا بتهرشني. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. اصلا بتهرشني. الواد ده بيقول ايه؟ يخرب بيت الجنان. المعفن اللي عمال يحدف كورة هطلع ورب النعمة هجيبه من ودانه. شفتك يا حلة يا معفن، شفتك. اطلع يا صبارة، انت صحتك زي الفل، بوم زي الفل. بص ما عندكش غير اصابتين، واحدة في رجلك وواحدة في ايدك. اطلع يا صبارة. اصابتين يا نهار الابيض؟ ايوه اصابتين، دول اصابة في الصبارات ما تقلقش. ده هقتلك. لا لا يا صبارة، ده هم اصابة في عضلة الصبار مش انت، ده اصابة في الجسم الخارجي، لكن الغلاف الداخلي من جوه زي الفل. اطلع بره. ماشي اطلعنا بره. اطلع انت بره. يخرب بيتك يا صباره يا غبي، اطلع بره. كشفت على اتنين منهم وخلاص مش قادر. ملك الضفادع الدنيسور ادخلوا يلا. هما خايفين يكشفوا ليه يا لمبه؟ ايه ده هما خايفين يكشفوا يا صباره؟ خلاص حله ادخل يا حله. نعم. يا حله. يا حله يا ابني انت ليه عامل في نفسك كده يا حله؟ وليه حاطط حله على دماغك؟ ما انا نفسي افهم يا حله، انت ما شاء الله يعني عندك شعر جميل قوي، خايف على نفسك من الحسد عشان كده حاطط حله مش مبينه لحد؟ ايه انت دماغك ما فيهاش ولا شعرايه، ايه الكذب ده يا حله؟ قول لي بس انت لابس حله ليه؟ ما الصراحه يا لمبه انا الصراحه يا لمبه إيه إيه, ايه ايه يا ابني ده يا ابني، ايه البجاحه دي؟ ايه اللي الصراحه يا لمبه؟ لمبه ده بيلعب في اوضتك بالليل بينور لك وبيضيق. انا دكتور لمبه يا ابني، مفيش احترام. يا بص بقى ايه اللي يا بص بقى؟ ايه يا حله؟ ايه ده مفيش تقدير يا حله؟ انا دكتور لمبه. طب بص بقى يا دكتور لمبه. دماغي بيحتفوا الكره في دماغي. ايوه حله، انت لابس ليه الحله؟ انا كل الناس كانوا بيضربوني فانا ايه قلت اما احط حله على راسي عشان لما يجوا يضربوني ايديهم توجع. مش مصدق نفسي، واحد عاقل يا ناس. واحد مجنون يا ناس. اخيرا واحد بيفهم وحاطط حله في دماغه عشان لما حد يجي يضربه ايد الناس توجع. ده انت عاقل اهو يا حله، تعال اقعد هنا كده اشوف اختبر نسبه ذكائك. اقعد هنا. ايوان خلينا نشوف كده. ايه ده انت جسم بني ادم طبيعي يا ابني. عندك كل حاجة تمام، عضلة الكتف وعضلة الرجل اليسرى. اطلع كده حلة، خلينا اشيك كده على الاشعة. انت عندك 3 اصابات يا حلة، 3 اصابات بس كوي. ماشي ربنا يبارك لك فيهم، يبقى 5 كده حلة. وانت يا صبارة يا معفن ربنا ينتقم منك يا صبارة يا معفن. خنزيرو ادخل الخنزيرو تعالى. وده بقى من ايه بقى؟ انا نفسي افهمه. طب هم وفهمنا صبارة وحلة وفهمنا دبابة، انت ايه علاقتك يا خنزيرو باللي انت حطه على دماغك ده؟ ليه خنزيرو كده؟ خنزير عضني. خنزير عضك؟ ده عضك فين الخنزير ده؟ خنزيرو كذاب اللي بيحدف الكرة، هطلع امسك الكرة احدفها في دماغه، اخلي دماغه تجيب ايرور من هنا لبكرة. انت بتتكلم عليا يا لمبة؟ بتكلم عليك يا صبارة لحسن اطلع عدي الكرة في دماغك. فهمني يعني يا خنزيرو انت حاطط الخنزيرية اللي على دماغك دي ليه؟ قولي كده سبب مقنع. انا بحب بيج يا لمبة. ايه حاجة دي؟ لا ما فيهاش حاجة يا حبيبي. بص يا ابني انا مش محتاج ان انا اعمل لك نسبة اختبار ذكاء هنا في البتاع ده، لان واضح من البداية ان انت ذكائك صفر، فعشان كده يا حبيبي شفتك يا حلة يا معفن، شفتك. فانت يا ابني لازم يتعمل لك. ليه يا لمبة مش بتختبر ليه ذكاء؟ مش اختبر، نسبة ذكائك صفر يا ابني. يعني الكيبورد اللي انت حاطه ورا ظهرك ده نسبة ذكائك مش صفر؟ الكيبورد اللي انا حاطه ده ورايا خفيف عشان لما انا هنج ولا حاجة ادوس على زرار الباور افصل صحتي من الحياة. انتوا تعبتوني. تعالى يالا معايا يالا، تعالى اعمل لك تحاليل، تعالى هنا. انت لازم فعلا يتعمل لك تحاليل. انت لازم فعلا يتعمل لك تحاليل يا خنزيرو يا معفن. خليني مستشفى انا ولا تحاليل ولا اي حاجه. انزلوا عشان اديكم الهديه بتاعتكم. وحوي يا وحوي، مين عايز وحوي؟ تعالى يا بيجي، تعالى يا حله. انا عايز تعالى يا صباره.
صبارة. وانا عايز يا لمبة يا لمبة، انت مش عايز البيجي يا البيجي؟ انت مش عايز الوحوي يا صبارة؟ مش عايز وحوي؟ انا عايزه. انا عايز عايزك وحوي. وانت يا حلة مش عايز وحوي؟ وانت يا دبابة مش عايز وحوي؟ انا عايز كله هياخد وحوي. وانت يا بيج انت اللي مبرق لي بعيونك، هديكم وحوي كلكم واصحابكم البقيه، ملك الضفادع والدنيا سور ادوهم كمان وحوي. الوحوي اهو، تعالوا يلا خدوا وحوي. بس بصوا وانا لمبه ارقص معانا بدل ما اضرب. هديك يا صباره، انا معايا وحوي كتير وهيكفيكم كلكم، والوحوي ده عايزكم كلكم تدوس عليه في نفس الوقت. ماشي ماشي يا لمبه. ماشي يا صباره. حاسب قلت لك عمال تزقني بالشوك دماغي وجعتني. حاسب ايه؟ ايوه ما شاء الله عليكم. بصوا اللعبه اللي في ايدكم دي، كلكم تدوسوا في نفس الوقت هتشغل لكم وحوي يا وحوي. بس ما تشغلوش حاجه دلوقتي، انا همشي انا بقى. يلا بقى سلام. رايح فين يا لمبة؟ انا رايح فين؟ انا مش رايح في حته، انا بس انا عايز اقول لكم حاجه بس. يا دكتور لمبة رايح فين؟ رايح فين يا دكتور لمبة؟ مش رايح في حته. اهدوا بس. كل الحكاية أم فيها إن أنا ما بحبش أسمع أغنية وحو يا وحو في اليوم مرتين، أنا لسه سمعها الصبح، ما ينفعش أسمعها مرتين، صح ولا لأ؟ صح يا لمبة. أيوة شفتوا بقى، عشان كده بقى أنا هستناكم برا وأنتوا اسمعوا الأغنية براحتكم. ماشي؟ معاك حق. ماشي يا حبايب قلبي، حبايب قلب لمبة والله من جوه. خلينا أطلع بسرعة. خلينا أطلع دلوقتي أخد بقى الفراري بتاعتي. ما ينفعش تسمع أولها بس؟ لا يا حبيبي والله انا حافظها يا حبيبي، انا حافظها. خش شغلها جوه انت. خلينا ناخد الفراري واهرب دلوقتي بقى عشان هيفجروا المستشفى كلها. يا رب تفجر بيهم بقى ويموتوا كلهم. يا نهار احوس على صوت المتفجرات، دول شكلهم شغلوا وحوي يا وحوي بصوت عالي. انا لازم اروح اطمن عليهم دلوقتي، حرام برضو عشنا مع بعض عشره عمر. هو الكيبورد دوت انا واخده من فراغ. خلينا نخش اطمن عليهم. ايوه وحوي يا وحوي. ما شاء الله على الهدوء، ما احلاها المستشفى وان هي ما فيهاش ولا واحد من المجانين. ايوه كده انا عالجت الكل وخلصت منهم اخيرا، الحمد لله. اخيرا يا رب، اخيرا خلصت منهم كلهم. واخيرا يا لمبه بقيت لوحدك في المستشفى. واخيرا يا لمبه شغلت دماغك على العيال دي بقى. ازيك يا لمبه؟ ازيك يا لمبه؟ الحمد لله صباره. ايه ده كلكم ما شاء الله، دبابه وحله وصباره وخنزيره؟ امال فين الدنياسور وملك الدفا؟ الموتوسيكل بتاعي الموتوسيكل بتاعي بيغرق، لازم اخده وامشي. لازم اخد الموتوسيكل. اركب الموتوسيكل. لمبة انت رايح فين؟ فاكر نفسك هتهرب ولا ايه؟ هرب هرب من ايه يا دبابه؟ لا ما ايه حله، هو في ايه؟ في ايه يا صباره؟ لمبة انت فاكر نفسك هتهرب؟ لا مش ههرب يا صباره، انا كنت بس رايح البيت بتاعي يغرق يا صباره. هو في ايه؟ انتوا زعلانين ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ يا ليه الوحوي يا وحوي مش شغاله؟ ليه الوحوي يا وحوي مش شغاله؟ حمرا حمرا مجانين، وسع على بدل ما ادوسك يالا. وسع بقول لك ايه، حط حاجه. صباره انزل يا صباره، يخرب بيتك الموتوسيكل هيتقلب. صباره.